حثت الأمم المتحدة على تقديم المساعدة لمواجهة الأزمة الإنسانية في جنوب بنغلاديش والناجمة عن فرار قرابة 300,000 مسلم من أقلية الروهينجا في ميانمار. وقالت المنظمة الدولية إن وكالات الإغاثة في المنطقة بحاجة إلى 77 مليون دولار بصورة عاجلة كي تتمكن من التعامل مع الأزمة. ولفتت المنظمة إلى أنها لا ترى بوادر على توقف موجة اللاجئين الذين يعانون من الجوع والصدمة.